وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية يمثل فخامة رئيس الجمهورية في افتتاح الصالون الدولي للحرف اليدوية هنا في فندق راديسون بلو بحضور بعض من أعضاء الحكومة بجانب أعضاء السلك الدبلوماسي. وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان يقوم برفقة حاكم ولاية قراء والمسؤولين الإداريين والعسكريين يقومون بزيارة للسجن المركزي لمدينة مونغو حاضرة الولاية لتفقد أحوال النزلاء. ملعب الدقيلة الرياضي يشهد مناسبة توزيع 1000 كرة بجانب بعض المعدات الرياضية لشباب دوائر العاصمة انجمين العشر وهي مقدمة من قبل الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الجادية. مثل اليوم وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بايميليبي مثل فخامة رئيس الجمهورية في حفل افتتاح أعمال الصالون الدولي للحرف اليدوية الذي جمع الحرفيين من داخل وخارج البلاد. المناسبة جرت بفندق راديسون بلو هنا بأنجمنا بحضور بعض من أعضاء الحكومة والدبلوماسيين. آدم حسن البكري. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو افتتح وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بيمي ديبي فعاليات الصالون الدولي للحرف اليدوية في دورته الأولى والذي وضع تحت شعار الحرف اليدوية التشادية التحديات والأفاق المستقبلية. النائب الأول لعمدة بلدية أنجمينة عمر بوكرغانا في كلمته الترحيبية أشار إلى أن احتضان أنجمينة لفعاليات هذا الصالون يجعلها عاصمة للحرف اليدوية الإفريقية وهذا ما هي عليه كونها مدينة حرفية منذ القديم. مروج فكرة الصالون عباس عثمان أكد بأن الأيام الثلاث لهذه المناسبة ستكون ميدانا لعرض المنتجات التقليدية والحرفية شاكرا كل من ساهم في إنجاح البرنامج. المنسق العام للهيئة الوطنية لترقية السياحة والحرف اليدوية أبكر روزي تجيل قال بأن تعزيز وتنمية الحرف اليدوية أمرا مهما للمجتمع التشادي والإفريقي على حد سواء مستطردا أهمية الحرف في الحياة اليومية للأسلاف بالقرى والمدن مشيرا إلى أن هذه الموارد بإمكانها أن تشكل ألوانا وخدمات عدة. من جانبها وزيرة التنمية السياحية والثقافية والحرف اليدوية مادلين ألينغي في كلمتها قدمت نداء للحرفيين للخروج من الأفكار القديمة والإبداع للمشاركة في الحد من البطالة مذكرة بأن البلاد تمتلك أكثر من 139 حرفة يدوية. وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بايمي ديبي في خطابه الافتتاحي أعرب عن سروره لاحتضان البلاد حدثا بهذا القدر مفيدا بأن الحرف اليدوية أحد الموارد الاقتصادية كالزراعة والثروة الحيوانية والصيد. هذا وبعد خطاب الافتتاح الرسمي قام وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية والمنظمين بزيارة إلى مختلف أجنحة المعرض إذانا ببدء نشاطات الصالون الدولي للحرف اليدوية. في الخطاب الذي ألقاه ممثل رئيس الجمهورية وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي بايميليبي فقد أشاد بالدور الذي يلعبه إقطاع الحرف اليدوية في الاقتصاد الوطني. نتابع هذه الجزئية من بترجمة الزميل أحمد خميس جمعة. de célébrer l'artisanat est des secteurs essentiels de la création de richesse. إن الحرف اليدوية تعد أحد الموارد الاقتصادية كالزراعة والثروة الحيوانية والصيد، وإن البلاد تعطي هذا القطاع أهمية قصوى، لذا تم وضع وزارة مكلفة بهذا المجال تعمل على وضع استراتيجيات وترتيبات كثيرة للرقي بهذا القطاع. وأذكر بأن الوزارة في العام 2008 قد نظمت يوما مفتوحا للحرف اليدوية أثمر نجاحه بتخصيص تاريخ 24 من سبتمبر لكل عام يوم وطني لترقية الحرف اليدوية بمرسوم رئاسي إلى جانب تكوين وإنشاء وكالات تعمل على تطوير وتنمية هذا القطاع. وكل هذا يدل على عزيمة الحكومة لتنظيم وترقية الحرف اليدوية، وإن الصالون الدولي للحرف اليدوية أهدها، كما أدعو المشاركين
وخاصة الحرفيين إلى التبادل والتباحث في ظل هذا التجمع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتقدم وظهور هذا القطاع بأفضل صورة. Une impulsion nouvelle à l'artisanat, comme le prouve la tenue de ce salon international. بمناسبة اليوم العالمي لغسيل اليدين الذي يصادف يوم غد الثلاثاء الموافق للخامس عشر من أكتوبر، قدم عصر اليوم وزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال بيانا صحفيا تحدث فيه عن أهمية هذا اليوم. نتابع بيان الوزير في ميكروفون الزميل حسن جدعم. مثل البلاد الآخرين، تشاد ذات اليوم قامت تدور تحتفل اليوم العالمي لغسلين الإيدين، للإيد النظيفة، للغسلين الإيد النظيفة. اليوم ده شالوه في شخم الشيخ في مصر سنة 2008، وبكون يوم عالمي لكل الناس. ببقى لهم يوم أنا خسرين الإيد بالقلم النظيف وبصابون، وده شغل مهم بالهين. الناس كتير بنصوا يوم بخسروا إيدينهم ده، يوم بخسروا إيدينهم ده زول وقت بدور باكل ده بخسر إيدينه بصابون، وقت أكل كله بخسر إيدينه بصابون، يوم مرت من الحمام كله بخسر إيدينه بصابون، يوم مرت فوق الشارع لفة طول قبل كله بخسر إيدينه بصابون. قام وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان جيمي عربي برفقة حاكم ولاية قراء والمسؤولين الإداريين والعسكريين، قاموا بزيارة للسجن المركزي لمدينة مونغو بهدف تفقد أحوال النزلاء. محمد صالح الحسين. وزير العدل وحقوق الإنسان حامل أقدام جيمي عربي قام بزيارة تفقدية إلى السجن الكبير لمدينة مونغو حاضرة ولاية قراء، وكان برفقته حاكم الولاية بين دومبول وبعض القضاة والمسؤولين العسكريين بالمنطقة، وذلك لتفقد أحوال نزلاء السجن الذين تم نقلهم من مدينة أبشة. وأثناء زيارته التقى الوزير مع نزلاء السجن وتعرف على أهم مشكلاتهم التي تتمثل في عدم توفير العدالة وسوء المعاملات عند وجودهم بالسجن الكبير لمدينة أبشة. واستمع الوزير إلى أهم متطلباتهم وأكد بأن القانون سيأخذ مجراه. قلنا والين ده شريته مؤخر مرة، والين ده ممكن كان يتركوه من سجن كله كان مقرديهم، والسيتياسيون ده علينا ما سمعنين فوق سجن سمينة ده ممكن نشوف إجراءات كونه ناس ممكن بتركوه من سجن ده كله بتركوه، وما الدوسيا نام ده ترينين ده كله ممكن ترى بيدمان كي نرغو لهم سوليسيون ورنام خليهيني ده يقول بأدبهم كان عندهم مشكلة ده هجي لكوارتان الجستيس ليانا كل رسول لي وممكن نرجو خلال للمشكلة ده. واختتم الوزير جيمي عربي زيارته بالمستشفى الولائي لمدينة مونغو، حيث تفقد بعض المساجين الذين حاولوا الهروب من السيارة أثناء نقلهم إلى السجن الكبير لمدينة مونغو. ترأست اليوم وزير الإنتاج والري والمعدات الزراعية أعمال الملتقى النقاشي الذي عقد في إطار الاستعدادات لتنظيم اليوم العالمي للأغذية. المناسبة جرت بدار الصحافة بحضور ممثل الفاو في البلاد. تقرير محمد هارون وقراءة عائشة أحمد. تحت شعار القضاء على المجاعة من هنا وحتى عام 2030، ذاك ما أشار إليه الملتقى النقاشي الذي جاء بإشراف من وزيرة الإنتاج والري والمعدات الزراعية استعدادا للاحتفال باليوم العالمي للأغذية، والذي يصادف تاريخ 16 من أكتوبر للعام الحالي. وبهذا الخصوص دار منتدى النقاش حول الأسس والمقومات الداعية إلى معالجة قضية الفقر وسوء التغذية ومكافحة المجاعة. وبهذا أشار ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو محمد منصور جاي بأن تشاد تأتي في المرتبة الثانية من الدول التي تتعرض للمجاعة وعدم الأمن الغذائي، حيث واجه العديد من سكان المعمورة خطر المجاعة نظرا لحدوث كوارث طبيعية وانقطاع الأمطار،
حيث ترتفع معدل المجاعة في الدول الواقعة في الساحل لتصل نسبة انتشارها إلى 3 مليون شخص يواجهون أزمة الغذاء وسوء التغذية ومن بينهم أطفال. بدورها ممثلة برنامج الغذاء العالمي قائلة إن على الدول تضافر الجهود والوقوف صفا واحدا في مواجهة خطر المجاعة التي سببها تعرية التربة وانقطاع الأمطار. من جانبها وزيرة الإنتاج والري والمعدات الزراعية ماجدينيا باتشاريت قالت إن أزمة الغذاء في الدول الإفريقية وخصوصا البلاد معضلة تسأل الحكومات إلى القضاء عليها، وعليه فإن أكثر من 150 دولة تعمل على تنظيم الاحتفالات باليوم العالمي للأغذية وذلك وفق برنامج الأمم المتحدة، حيث جاءت هذه الدورة تحت عنوان النضال من أجل المستقبل وتحسين النقاء من أجل عالم خالي من المجاعة. وهذه عبارة عن دعوة جماعية ونضال مشترك للتغلب على المجاعة عبر برنامج الأمم المتحدة الرامية إلى حماية الفرد وتعليمه لأجل محاربة الفقر وسوء التغذية وتعبيره عن الذات. وبقي أن نشير إلى أن هذا الملتقى النقاشي شهد مداخلات عدة من قبل الحضور إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة. ستتابعون في نهاية هذه النشرة قراءة عدد من المراسيم الرئاسية قدمت وزيرة المرأة وحماية الطفولة التضامن الوطني والأسرة الدكتورة عرجون جلال خليل بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية الذي سيصادف يوم غد الثلاثاء الموافق للخامس عشر من أكتوبر. نتابع جزء من بيان الوزيرة في ميكروفون الزميل هارون أباد. الباقي 15 أكتوبر أجاب من ضمن العالم تعيد اليوم العالمي عن المرأة الريفية إديسيون 2019. اليوم ده مهم عشان كل مسؤولين هنا الدول برضو عشان يساعدوا المرأة الريفية تلقى حريتها وتلقى استقلاليتها إيكونومي عشان تساعد ذرياتها وتساعد بلدها. عشان ده يوم 13 أكتوبر 1999 أتشاد مرض الدكري أوفيسيال ليه تقول للعيون نهنا كل من ضمن العالم ممكن نعيد يوم 15 أكتوبر اليوم العالمي عن المرأة الريفية. وهو اليوم ده بيساعدنا عنين المجتمع الأوين الرجال كبار الدين الشيوخ عشان نشوف كيف المرأة الريفية عايشة شنو تستعد عشان نساعدها تبقى استقلاليتها وتساعد بلدها وتساعد كل المجتمع. والحمد لله مساعدة انت رئيس الجمهورية ومساعدة انت البريمير عند ديبي اتنو شعلوا قرار عشان يساعد المرة الريفية تبقى عجلة استقلالة عشان المرة الريفية كبيرة مستقلة أكيد الشات هي تتطور. وفي سياق متصل وصلت وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني والأسرة الدكتورة أرجون جلال خليل إلى مدينة كنجرو بالبطحة الغربية للمشاركة في احتفالات اليوم العالمي للمرأة الريفية دورة 2019 الذي سيقام في 15 من أكتوبر الحالي بكنجرو. وفور وصولها تفقدت الوزيرة بعض الأنشطة التي أقيمت بهذه المناسبة. خالد موسى الحاج. بدأت الأمور في كنجرو تتضح أكثر فأكثر من حيث الاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية، خاصة مع وصول وزيرة المرأة أرجون خليل جلال إلى كنجرو التي كان برفقتها والي ولاية البطحاء عليو آدم عبد الله، حيث كان في استقبالهما على مشارف المدينة عدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة ولفيف من المواطنين. هذا وعقب وصولها وبعد استراحة قصيرة قامت الوزيرة برفقة والي ولاية البطحاء بزيارة إلى المدرسة المركزية حيث تجري الدورة التدريبية لصالح النساء الريفيات، وتحدثت واستمعت إليهن كما حثتهن على ضرورة الاستفادة من هذه الدورة.
وتفقدت الوزيرة أيضا المنتجات المحلية المعروضة من قبل المشاركات في الدورة. واختتمت الوزيرة جولتها بزيارة القرية السياحية التي أقيمت خصيصا للاحتفال باليوم الدولي للمرأة الريفية. وعشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الذي سيحتفل به بمدينة كنجرود تجري الاستعدادات على قدم وساق. وفي هذا السياق فقد عد الزميل خالد موسى الحاج التقرير التالي. تلك صورة تعبر عن مشاعر الفرح ابتهاجا باحتفالات اليوم الدولي للمرأة الريفية، وهذه صورة أخرى تؤكد العزم على العمل من أجل إعطاء مدينة كنجرو صورة لائقة لاستضافة هذا الاحتفال، خاصة مع اقتراب الموعد إذ بدأ الناس يتدفقون من كل حدب وصوب لكي يشهدوا هذا الحفل. شهد اليوم حاكم ولاية البطحاء علي آدم عبد الله عملية تجديد الخريطة الانتخابية التي أطلقتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بمدينة آتية حضرة الولاية، كما نصب الوالي المندوب الولائي الجديد للمالية محمد طاهر جبرين الحر. مع اعتماد دستور الجمهورية الرابعة تم تنظيم البلاد إداريا إلى 23 ولاية، 112 محافظة و414 بلدية، وقد أدى ذلك إلى قيام اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة السيني بتنظيم عملية لتحديث بيانات رسم الخرائط الانتخابية على مستوى ولاية البطحة. تم إطلاق هذه العملية بحضور مفوض السيني الذي شرح مزايا هذه العملية وطلب من السلطات المحلية المساهمة لنجاحها. هذا وأصر والي ولاية البطحة علي آدم عبد الله على ضرورة اختيار وكلاء أكفاء لهذه العملية، وطلب في الوقت نفسه من السيني احترام معايير إنشاء مراكز الاقتراع. حفل آخر ترأسه والي ولاية البطحة، إنه حفل تنصيب المندوبة الجديدة للمالية والميزانية بالبطحة اسمها أجيا زياني، تم تعيينها بموجب المرسوم رقم 1558 الصادر بتاريخ 19 من سبتمبر 2019. بالنظر إلى خبرتها المهنية الثرية، قال الحاكم إنه واثق من أنها ستكون قادرة على المساهمة بفعالية في تحسين الوضع المالي للولاية. المندوبة الجديدة للمالية والميزانية بالبطحة طلبت التعاون الصريح من الجميع ولا سيما السلطات الإدارية من أجل النجاح في مهامها المنوطة بها. نبقى دائما في آتية، حيث نصب المدير العام النائب للهيئة الوطنية لإعلام السمع البصري جبرين محمد أدم نصب مسؤول المحطة الولائية للبطحاء غوميتا جوستين خلفا لأحمد داود. المناسبة جرت بحضور والي الولاية علي أدم عبد الله محمد حسن أدم. في مدينة آتيا حاضرة ولاية البطحاء جرت المناسبة الرسمية لتنصيب المسؤول الجديد للمحطة الولائية للإذاعة والتلفزيون غوميتا جوستين الذي تم تعيينه بموجب المرسوم الرئاسي الذي يحمل رقم 1115 للعام 2019 خلفا للمسؤول السابق أحمد داود، وذلك تحت إشراف حاكم ولاية البطحاء علي آدم عبد الله. المدير العام النائب للهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري جبريل محمد آدم في كلمته بهذه المناسبة طلب من المسؤول الجديد تطبيق السياسات العامة ودعم المبادرات الحكومية في شتى المجالات. يجب عليك أن تكون مديرا ميدانيا وليس مديرا مكتبيا، فأنت الذي يجب أن تسعى لمعرفة الأخبار وليس الأخبار هي التي تسعى إليك، كما ويجب عليك أن تطبق السياسات العليا للدولة المتعلقة بتحقيق التعايش السلمي
تعليم الفتيات، تشجيع المواطن على الأعمال التي تدر بعائد عليه وبالتالي بعائد على الدولة من أجل تقوية الاقتصاد. وفوق هذا وذاك عليك في كل أسبوع أن ترسل على الأقل 4 تقارير إخبارية. أيضا عليك أن تنتج 1 مجازين في كل شهر. المسؤول السابق من ناحيته قدم حصيلة شاملة لفترة عمله على رأس المحطة الولائية. لقد استطعنا أن ننقل كل الأحداث والمستجدات التي يتطلع إليها شعبنا في البطحة للتلفزيون والإذاعة في المحافظات الثلاث: الفتري، البطحة الغربية والبطحة الشرقية. ومن خلال التعريف بالبطحة عملنا عدة مجازين وخريطة لمدينة آتيا وبرامج أخرى ومجازين خاص بنشاطات وادي البطحة أثناء فصل الخريف. حاكم ولاية البطحاء علي آدم عبد الله طلب هو الآخر من المسؤول الجديد بذل المزيد من العمل لإنجاح المهمة التي أوكلت إليه على الوجه المطلوب، لا سيما نشر الوعي الثقافي وتعزيز التعايش السلمي والوحدة الوطنية بين أبناء الولاية والسعي من أجل التنمية المحلية. مسؤول المحطة الولائية للإذاعة والتلفزيون بآتيا غوميتا جوستين، وبعد أن قدم الشكر والإرفان للسلطات العليا، أكد بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل المضي قدما وتحقيق الأهداف التي ودأها المسؤولين بالهيئة الجديدة، مضيفا بأن أنشطته لا تنحصر في التغطيات الإعلامية فحسب، ولكنه سيقوم بإعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية التلفزيونية، وذلك لا يتم إلا بمشاركة جميع العاملين بالمحطة وكذا دعم ومساندة السلطات الإدارية على مستوى الولاية. أطلق اليوم حاكم ولاية جراب بول مبينودوم أعمال القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير، وذلك بمدينة بيتكين حاضرة مقاطعة أب طيور. كان ذلك بحضور وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان جمع عربي محمد صالح الحسين. هنا بمستشفى مدينة بيتكين مقاطعة أب طيور بولاية جيرا أطلقت رسميا مؤسسة القلب الكبير حملتها المجانية لعلاج المصابين بالمياه البيضاء في مناسبة حضرها حاكم ولاية جيرا بينودوم بول ووزير العدل وحقوق الإنسان جمع عربي، حيث بدأ الحفل بالكلمة الترحيبية لعمدة مدينة بيتكين نصر درب الذي شكر مسؤولي مؤسسة القلب الكبير لاختيارهم لمدينة بيتكين. أما ممثل مؤسسة القلب الكبير بمدينة بيتكين قال بأن هذه الحملة ستساعد في علاج الكثير من السكان خاصة المصابين بالمياه البيضاء. محمد إيبا مسؤول بعثة مؤسسة القلب الكبير أوضح بأن سيدة البلاد هند ديبي إتنو لديها العديد من البرامج لمساعدة مختلف سكان ولايات البلاد. حاكم ولاية جيرا بينودوم بول قال إن الكثير من سكان الولاية استفادوا من الخدمات الإنسانية التي تقدمها مؤسسة القلب الكبير من تدريبات ومساعدات وعلاج، شاكرا سيدة البلاد هند ديبي إتنو على العمل الإنساني التي تقدمه عبر مؤسسة القلب الكبير. وفي نهاية المناسبة قام حاكم الولاية ووزير العدل وبرفقة مسؤول البعثة بزيارة إلى الطاقم الطبي للتعرف على سير العمل داخل غرفة العمليات. نصب حاكم ولاية وادي فيرة إساخة أحمد أعرجة نصب سلطان دارتامة الجديد أحمد طه محمد. المناسبة جرت بمدينة جريدة بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين بجانب الشيوخ التقليديين وسكان المنطقة. محمد صالح البكر. بهذه البهجة والسرور قد استلم سلطان دارتامة الجديد عمله رسميا الأراسي سلطنة دارتامة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 1136 الصادر في 6 أغسطس للعام الجاري، خلفا للسلطان إبراهيم محمد الذي وافته المنية بالعاصمة نجمينة في أواخر شهر أبريل الماضي.
واتجرت المناسبة بساحة قصر السلطنة وبحضور والي ولاية وادي شير إساق أحمد أرجا والسلطات التقليدية المحلية فضلا عن سلطان درسلة والمدعوين وسكان مدينة جريدة. إساق أحمد أرجا والي ولاية وادي شيرة دعا السكان إلى الاعتراف بأحمد طه محمد عبد الله كسلطانا على رأس سلطنة دارتما من هذه اللحظة، وكما دعا السلطان الجديد إلى العمل من أجل لم شمل الشعب وحثهم إلى روح التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي وزرع روح المحبة والتعاخي فيما بينهم ونبذ روح الأنف والتوجه نحو التعليم ودفع عجلة التنمية المحلية. كما دعا السلطان الجديد إلى الوقوف مع السلطات المحلية من أجل بسط حيبة وسلطة الدولة عبر تطبيق قرارات الدولة سارية المفعول. السلطان الجديد وفي حديثه بهذه المناسبة التنصيبية شكر السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية مؤكدا أنه سلطانا للكل. أويل والرجال المعزومين، أنا نأكد لكم سلطان على دارتاما، أي نادم ساكن في دارتاما أنا سلطانا، ونقول لهم أي زول ساكن في دارتاما قاعد في بيتا قاعد في بيتا ولا مفرس دكة ولا دكة مافي، وزول كم عنده في قلبه كلام نفر ده خليه هني، نا أي زول ساكن في دارتاما زي ساكن في بيتا، بس كلنا نكون يعني راجل وايد ومرة وايد إن شاء الله لتطور والتنمية هنا ديبارتمان هنجينا ده. كما قدم نداء إلى جميع أبنائي وبناتي دارتاما إلى الوحدة والأمل سويا بغية تطوير المحافظة عامة وسلطنة دارتاما على وجه الخصوص. هذا ونشر بأن السلطنة قد أسست في القرن الرابع عشر والسلطان الجديد يعتبر التاسع والعشرين. انطلقت اليوم سلسلة حملات التوعية حول النظافة وحماية البيئة عبر غسيل الأيدي بالصابون والعناية بنظافة المأكولات، وذلك بهدف تفادي بعض الأمراض التي تسببها الأوساخ. الحملة التي جاءت بمبادرة من مكتب دعم الصحة والبيئة بدأت من الدائرة السادسة. هارون أبادا. النظافة تعد ضرورة حتمية للوقاية من بعض الأمراض التي تنتقل من وإلى الإنسان عبر تلوث الأيدي، وفي ذات السياق إن مكتب دعم الصحة والبيئة باس أطلق حملة توعية المواطنين من أجل احترام قواعد النظافة البدنية والبيئية من خلال غسل الأيدي بالماء النظيف والصابون. وبهذه المناسبة رحب النائب الأول لعمدة بلدية الدائرة السادسة أبكر خميس بهذه الخطوة التي وصفها بالمهمة، ودعا السكان إلى تكثيف التوعية المجتمعية. أما مسؤول الصحة بمنطقة جنوب إنجمالة قال إن الأوساخ والقاذورات هي مصدر الأمراض مثل الكوليرا وحمى التيفويد والالتهابات الصدرية والتسمم، لذا يجب على كل مواطن غسل الأيدي بعد قضاء الحاجة. وتعاقبت المداخلات. خلي يبقى لنا تبيع إن أبتد شن ندوريا تغلي غسل الأيد أي ما يوم في مناسبات. المناسبة سوصفوك شنو مناسبة شنو كمرك من الحمام من وربيت لازم تغسل أيدينا، كانت تسأل لدي المرأة لازم تغسل إيدينا، قلنا لو النظافة ده هو من الإيمان ما خسر إيدينا وهذا شن شنو قلنا نظافة قلنا ما نخسر إيدينا أقل من زينا نضاف ما في البيئة الأنفيرونا ما بكر القاعدين ده كله خليه يكون نظيف. يواصل مكتب دعم الصحة والبيئة باس هذه الحملات من أجل الحد من الأمراض التي تسببها الأوساخ وتأمين صحة البيئة والعناية بالنظافة. نظم اليوم مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف يوما توعويا لطلاب المدارس الثانوية بهدف حثهم عن خطورة التطرف والعنف في الوسط المدرسي. الطيب منتثر. هكذا أطلق مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف يوما للطلاب المؤسسات الثانوية، وذلك بهدف نشر الوعي بين التلاميذ حول خطورة التطرف والإرهاب والعنف المدرسي، وكذا نشر ثقافة الوحدة والسلام والتآخي بينهم. المناسبة تخللتها فقرات متنوعة من قبل تلاميذ الثانويات المشاركة كالرقصات الشعبية ومسرحيات تجسد خطورة العنف في الوسط المدرسي. البيقتغزو مثل يوم أنا آفي يوم ضد العنف في المدارس، واليوم ها
حنا كل إخوة تادية بكون كلنا نكون من أصبة واحدة عنينا تادين. من جانبه مدير المركز الدكتور أحمد محمد يعقوب الدوبيو قدم شكره للحضور، وأشار إلى أن هذا اليوم خصص لنشر الوعي وثقافة السلام والوحدة وتوعية التلاميذ بخطورة العنف المدرسي والإرهاب، مؤكدا أن أغلب المنتسبين إلى الجماعات الإرهابية هم فئة الشباب، لذا يجب على الجميع محاربة أفكار التطرف من عقول الشباب، وذلك عبر إقامة مثل هذه الأنشطة. من ناحيته مدير المشاريع والتعاون والشراكة بوزارة التربية الوطنية ممثلا للوزير أكد بأن هذا اليوم نظم لنشر الوعي بين التلاميذ. تمانا هنا في ساحة هنا سنتر دي تيت بول دو فوان اي لا بريفونسيون دو ليكسيريزم، يعني خصص اليوم للطلبة في المدارس الثانوية يعني طبعا في محاربة يعني هنا العنف في جهة المدارس وخارج المدارس. هذا في نهاية المناسبة زار ممثل الوزير وبعض الدبلوماسيين العروض المختلفة للتلاميذ المشاركين في فعاليات هذا اليوم. لليوم الرابع على التوالي ما زالت تتواصل أعمال المخيم الزراعي الذي نظمته منظمة إيابتكم، ما زالت تتواصل بقرية مابيريو بردي، حيث شهد المخيم اليوم دورات تدريبية حول تربية الأسماك. عبد الله. لا يزال يشهد المخيم الزراعي بقرية مابيريو بردي دورات تدريبية للشباب المشاركين حول كيفية إعداد المشاريع الزراعية المختلفة، وعليه فقد جاءت هذه الدورة الرامية إلى تعليم طرق إعداد مشاريع الثروة السمكية وتطويرها على المستوى المحلي. هذا وأثناء هذه الدورة أكد المدرب الخاص لتنمية الثروة السمكية بأن الأسماك المتواجدة في كل من نهري شاري ولوغون لا تلبي احتياجات المواطن بالصورة المطلوبة، وعليه ينبغي إعداد مشاريع ضخمة لتربية وتطوير قطاع الثروة السمكية. وأسكن دور كارين هاي تاجين يأكل ود كيلو 20 كيلو وايدا إن ألقو 300 كيلوغرام، ومن 300 كيلوغرام لبار أجن على ما يقدر كي ينتون 300 كيلوغرام دا كان بيسكولتيرا أكلنا ود كان نازل كسورة 300 كيلوغرام بار سنه يقدر هاوينا يالادول غايا كد مفوغدا ياونا بالات كدا شلو بالات كلو في اكما يالغا 2 مليار دي فرانس سيفالي تاك دي سيركولاسيون في هوت. في حين افاد المشاركون في هذه الدوره الخاصه في قطاع الثروه السمكيه، دورانا يعني كل الاستراتيجيه كيف نربو هوت في البيت، والسمك ده يعني يعاوننا يساعد شباب كتير في يعني في اعمال وفي اشغال، وهسه حاليا يعني حتى الناس يعني بيجوا كتيرين هوتنا بحر ذات ما يتمهم. للاشاره فان قطاع الثروه السمكيه يعد من القطاعات الحيويه التي تسهم بصوره كبيره في دفع عجله الاقتصاد بالبلاد. اليوم باستاد الدجيل بالدائره الثامنه مناسبه تقديم 1000 كره بجانب معدات رياضيه اخرى لشباب دوائر العاصمه انجمين العشر، وذلك من قبل الهيئه الوطنيه لدعم الشباب والرياضه. عباس بكر مصر. الهيئه الوطنيه لدعم الشباب والرياضه الاونجيس تنهج سياسه حكومه البلاد وتعمل على دعم مبادرات تطوير الرياضه التشاديه والوصول بها نحو التقدم، لذا قررت الهيئة تقديم ما يقارب من 1000 كرة قدم لعشر دوائر أنجمينة، على أن تحصل كل بلدية إلى 100 كرة، إضافة إلى عدد من الأحذية والفنائل الرياضية المختلفة والمتنوعة. وهذه المبادرة تعتبر تنفيذا لوعود سياسة الحكومة التشادية بحسب منسق الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة. في برنامج حقنا نقسمو ماتريال في كل تشاد، الرئيس ده تقال لنا ماتريال سبورتيف ده انتو له ايالات ودو برا في جلاج اني ما بخان ده ودو كلان نما ميري ننتو له اكيبو مهجا وفي مير في ارانسوار ما عند كارتية عند كاري تقال لنا ما ناس انا ارانسوار يشولي يخطو يروغ الكي ماتريال ده هنا ما هنا ماتريال انا ايالات دول خلي انتو ناس القابة لا مبال في كارتية. فقد تسلم كل من ممثلي الدوائر العشر للعاصمة المستلزمات الرياضية المخصصة لهم، منها كرة قدم وكرة اليد والسلة والطائرة، لذا شكر أحد المستفيدين دور الحكومة لتشجيع الرياضة الوطنية. أشكر مجهود كثير وفي هدف كثير كرمال منك إن شاء الله اليوم مدينة، وفي
تمام كثير قال يوم أنتان إن شاء الله نشكره كثير ونقول شكرا وإن شاء الله نوصل من الأعلى إلى الأعلى. هذه المبادرة التي شأنها التحفيز والتشجيع الفرق والأندية الرياضية التشادية جاءت بعد الحصول مجموعات الروابط الإقليمية حظها من المستلزمات الرياضية المختلفة عبر الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة الأوناجياسة في الأشهر الماضية. بعد نهاية المباراة التي فاز فيها المنتخب الوطني لكرة القدم سو أمس على نظيره الليبيري بالركلات الترجيحية، فقد عبر بعض المواطنين عن انطباعاتهم قائلين في ميكروفون الزميل عباس بكر مصطفى. فرحانين للإيكيب أنا نبدا جدا تبلي ودرابو ذات ناس فلوتي شو الحالو من تفلوتي درابو أنا كرسبور دماتي على بلي بيي دا شو هون دا فيرتي ناسانال فدل لنا 4 ماج أو بيان 3 ماج لنا ندوس كوب دافريك وما مسهل. قبل كل شيء أنا أهني الشعب التشادي بهذا الفوز العريق التاريخي الذي حققه المنتخب الأمس في ميدان إدريس محمد أوليا، وهذا الفوز يعتبر فوز يزيد من الحماس للشعب التشادي. لدي رسالة لحكومة التشادية، واضح الشعب التشادي لديه رغبة رياضية واضحة كما شاهدناه في الأمس، الميدان يدب بالصيحات والاحتفالات في الشوارع. أتمنى من الحكومة أن توافر جهودها في جانب الرياضي كما سوى ميزان. يعني أنا المسجل مشينا ذاك اللي عندنا عشم، يعني في ماج عليه ده ومسو ماج أنزرو ريتور ده قلنا عندنا عشم نجو هني كي يعني نبرا نقعني ماج عدي زرو تروا لنكو فيلا جارنا كله عميزة ليبو بنيو، ونتمنى لهم كلهم يعني اللاعبين القاعدين داخل ليبو والقاعدين خارج كله يعني يراو مش ليبو الامس ليبو، ونتمنى للناس انا الفيدراسيون والمينستير يخلوا انترينر القايد وينتو شانس لجان تشادين دول بوركي علينا قاعدين ان با لني كارفي كوب دافريك. دونك يعني باقي لنا ماتش فيلا ماتش كثير، لكن ما مرحله القاصده يعني ناس مرقنا منها مرحله ما ماتش بريليمينار الطلبه قبل تمشي في ماتش كله ده بس مرحله القاسي مره واحده، لكن المرحله الاخر ده تقدر طلب بكالكيل كتير وتقدر كي يعني عندك اوبورتيونيتي زياده اللي تقدر تكالفي ايكيب وانا في كوب ده في كل الليفو ده عديل، لكن فضل الفضل لنا ده شنو؟ نفتشوا واي اسود يلعب بتفكير بجسمك وعلى طول ما عندنا زول زي ده. كان ليجينا اكيبا جينا خلاص كله جاهز عديل. تاني نقول فيدراسيون ولا مينستير كله يلوم كلام واي لإكيبنا يمشي قدام ما لي زول واي، لكن لتشاد لتشاد في اي شيء وصلنا ببكي وفي اسفار ما نمشي قدام ما بشافي في اسفار. افريقيا سنترال ده زمان افريقيا سنترال اكيب القبلين ما في شخول واي ندورو ده ندورو يهاتو كله يقوم بنيه واي ولا منستير ولا فيدراسيون بقومو بنيه واي يعونو يالادة يمشو بيت. وفي نفس الإطار وبعد فوز المنتخب الوطني لكرة القدم السو أمس على نظير الليبيري بالركلات الترجيحية، ذلك في مباراة الإياب هنا بأنجمينا بعد أن خسر السو في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، وهذا الفوز يتيح الفرصة للسو بالانضمام إلى المجموعة الأولى التي تضم ناميبيا مالي وغينيا كوناكري، ويتطلب ذلك تحضيرا مبكرا. محمد خميس مهدي. بعد غياب دام 17 عاما أخيرا تأهل منتخبنا الوطني سأول كرة القدم لدور المجموعات للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لعام 2021. هذا الانتصار جاء بعد انتظار وصبر من قبل مشجعي منتخبنا الوطني. بالأمس كابتن المنتخب غاري زيكيل ورفقائه أعطوا البسمة لجماهير الرياضة وطووا الصفحة السوداء لرياضة كرة القدم في البلاد. الانتصار كان أيضا
من قبل إحدى ثمار المدير الفني للمنتخب الوطني إيمانويل تريغوات، والتأهل لدور المجموعات والذي سيبدأ مطلع الشهر القادم أي شهر نوفمبر 2019، ومنتخبنا الوطني يقع في المجموعة الأولى، سيلتقي مع منتخب ناميبيا في 13 من نوفمبر 2019 وفي 19 من نوفمبر مع منتخب مالي. وهذا يعني بأن الطاقم الفني للمنتخب الوطني عليه أن يضع خطة محكمة للتحضير المبكر للمنتخب لهذه المباريات الهامة، وخاصة المباراة الأولى والتي ستلعب بدولة ناميبيا. انتصار الأمس يعد بمثابة الخطوة الأولى، وعلى الطاقم الفني العمل على تصحيح أخطاء المباريات السابقة قبل موعد مواجهة منتخبات ناميبيا ومالي وقينيا كوناكري، والتي صنفت من ضمن أفضل 20 منتخبا أفريقيا. ولكن منتخبنا الوطني سأول كرة القدم قادر لتحقيق نتائج إيجابية نظرا للأداء القوي الذي ظهر به لاعبو منتخبنا الوطني يوم أمس. ومنتخبنا سأول كرة القدم لديه حظوظ للتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لعام 2021، والتي يشارك فيها 24 منتخبا أفريقيا. على كل حال سوف يتأهل مباشرة أول وثاني كل مجموعة للنهائيات، وبعد ذلك يتم اختيار أفضل منتخب ثالث في كل مجموعة. مرسوم رئاسي رقم 1617 باقتراح من وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد موافقة السلطات العليا للإعلام السمعي والبصري، يرسم المادة الأولى: تم تعيين الموظفين الآتي أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية بالهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري: إدارة التلفزيون الوطني المدير السيد مبين ديجيم ألو خلفا للسيد حسن جدلة محمد الذي استدعي للشغل وظيفة أخرى، الإدارة الفرعية للبرامج والإنتاج المدير الفرعي السيد ألمين قدر كرة خلفا للسيدة مود كومدي دولميا التي استدعيت للشغل وظيفة أخرى. حرر في جمينة في 14 من أكتوبر 2019 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو. مرسوم رئاسي رقم 1618 باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي المهجر، يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى، استدعي السيد توني أوتمان أمان ملحق قنصلي بالمكتب القنصلي للتشاد بدبي الإمارات العربية المتحدة. المادة الثانية: يستفيد المعني من جميع الحقوق المنصوص عليها في المرسوم رقم 570 الصادر في 2012 بتاريخ 23 أبريل 2010 المذكور على حرر في جمينة في 14 من أكتوبر 2019 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو. مرسوم رئاسي رقم 1620 باقتراح من وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي، يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤها في مناصب المسؤولية التالية بمكتب تنسيق التعداد العام الثالث للسكان والسكن في تشاد. المادة المنسق الدكتور روبير ماجيكوتو خلفا للسيد بولينغار مباتينا، المنسقة النائبة السيدة تهاني محمد حسن خلفا للسيد حسن عزو أبكر. حرر في جمينة في 14 من أكتوبر 2019 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو. بهذه المراسيم مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة لكم.